جولة صحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تي في. أهلا بكم. نستهل جولتنا من يومية الأحداث المغربية. البي جي دي يرفض نقاش قوانين الإجهاض. بين أصوات المطالبين بمراجعة مقتضيات تجريم الإسقاط الإرادي للحمل وتشدد الأصوليين اللي شرعوا في تكفير مخالفيهم في الرأي، اختار حزب العدالة والتنمية أن ينضم إلى صفوف الرافدين لأي محاولة لإعادة فتح النقاش في موضوعه. وإلى يومية المساء، أزيد من 7 مليارات دولار قيمة صفقات السلاح الأمريكي القادم إلى المغرب، في الوقت اللي كشفت فيه وزارة الدفاع الأمريكية عن أحدث صفقات تسلحها مع المغرب. قدم تقرير تفاصيل عن قيمة الصفقات اللي أبرمت خلال الفصل الأول من السنة الجارية 2019 بين الطرفين، واللي بلغت قيمة ديالها 7 مليارات دولار أمريكي. همت صفقات اقتناء دبابات الأبرامز وطائرات F-16. ونختم بيومية الاتحاد الاشتراكي. سلطات الدار البيضاء تزيل اللوحات الإشهارية من الأعمدة الكهربائية. بعد ترخيص جماعة الدار البيضاء لإحدى الشركات الإشهارية باستغلال أعمدة الكهرباء، تدخلت وزارة الداخلية ووجهت تعليماتها لسلطات المدينة لإزالة اللوحات الإشهارية المعلقة في الأعمدة الكهربائية واللي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل ملفت. الجولة الصحفية انتهت. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.